مرحبا لكل المحبطين اللي لم يحضرونا، واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج منقدر. بلشنا. في مقابلة مع بيل جيتس اغنى رجل في العالم، سألته المذيعة: ما هو سر نجاحك؟ فاعطاها شيكا من دفتر شيكاته وقال لها: اكتب المبلغ الذي تريديه. فاندهشت المذيعة وقالت: انا لا اقصد هذا سيدي. ثم كررت عليه السؤال بطريقة أخرى فأجاب نفس الإجابة: أعطاها شيك، فرفضت أن تأخذه. فمزق الشيك ثم قال لها: سر نجاحي هو أنني لا أضيع الفرص كما فعلت أنت الآن. بيل جيتس هو رجل أعمال ولد عام 1955 في واشنطن بأمريكا. هالزلمة بيملك شركة اسمها مايكروسوفت، يلي تعتبر أهم شركة برمجيات بالكوكب الأرضي كله. وهذا الزلمة هو دائما رقم واحد بقائمة أغنى رجال الكون. هلأ أحيانا الدنيا بتسكر بوشه شوي، بيصير تاني أغنى رجل بالعالم، يعني أخي هيك الدنيا، شو بدنا نعمل؟ طلوع ونزول. المهم ثروته لحبيب القلب هاد تقدر بحوالي 90 مليار دولار، مدري 100 مدري 120، يعني الزلمة الله عاطي. حكيت كل هالحكي لأقنعكم أنه هالزلمة ناجح. اقتنعتوا؟ إيه منيح. هذا الزلم الناجح عمل بإحدى المرات محاضرة التقى فيها مع طلاب رح يتخرجوا قريبا، وعطاهم كم قاعدة للنجاح حتى تفيدهم بحياتهم العملية. واليوم حلقتنا حتكون تلخيص لهالقواعد حتى نستفيد منها كلياتنا. بلشنا. أول قاعدة بتقول: الحياة ما أنا عادلة أبدا، لهيك لازم تتأقلم وتعيش بكل الظروف السيئة اللي بتنحط فيها وتشد اللي حالك شوي. تاني قاعدة: ما بيكفي انك تتخرج من الجامعة بمعدل منيح حتى تصير مدير شركة ويصير راتبك بالملايين، ولا بيكفي انك تكون انسان اخلاقي ومربى ليصير عندك سيارة. لا حبيبي، لازم تجتهد وتتعب ليل نهار لتحقق حلمك. ثالث قاعدة: العالم ما بيهمه مدى احترامك لذاتك ولا بيهمه مبادئك ابدا، اللي بيهمه انه يشوف انجازاتك على ارض الواقع، لانه تقييمك حيصير من وراء هالانجازات. انا ليش حاسس حالي عم اقول فقرة الابراج؟ وهلأ مننتقل لبرج إيفل. تحكوش ليه؟ رابع قاعدة: إذا مفكر أنه أستاذك بالجامعة شديد معك شوي وطلباته كتيرة، فبحب إلك طول بالك، لأنه لسه ما شفت شي، لأنه بكرة رح يصير عندك مدير بالشغل وبتشوف الطلبات والتعجيز عأصوله. خامس قاعدة: بحياتك ما تعتبر أنه جلي الصحون بالمطاعم هو عمل دون المستوى، لأنه في ملايين حول العالم حلمهم يصير عندهم هيك عمل، فأي شيء بتشتغله حيكون خطوة للأمام. المهم ما تضل بالبيت. سادس قاعدة: إذا أخطأت وفشلت بشيء معين، فياريت تفهم أنه هذا خطأك إلك وليس خطأ أهلك اللي جابوك على هالدنيا. تمام؟ بقى قوم رجع بلش من الأول وحاج والدني. سابع قاعدة: على فكرة أهلك قبل ما تولد ما كانوا مملين أبداً، ولا كانوا بيضايقوا الخلق مثل ما أنت مفكر هلأ. بالعكس، صاروا هيك بسبب مصاريفك وهمومك وأكلك وشربك وتعليمك. فيا رفيقي، قبل ما تنظر وتنادي لأنقاذ العالم وحماية الغابات الاستوائية وتدافع عن حقوق الحيوان، برأيي تقوم ترتب خزانتك وتختك، لأنه صار لهم قرن منكوشين. بس ده راجل بجد، ده إنسان بجد، ده نموذج بجد، ده توريه لعيالك بجد. ده كان صائد ثانوية عامة وبقى أعظم واحد في تاريخ البشرية، لولاه ما كانش فيه كمبيوتر. مهما مريتوا بظروف مش عم تستسلموا، ضلوا حلموا، لأنه منقدر دائما وأبدا. السلام لسوريا، كنت معكم أنا علي بوشناق، باي.